لا نخاف أن نشهد بالحق، وبقول لا نخاف أن نشهد بيه بالحق، لا نخاف أن نعلن قول الرب للهالكين في اليوم الأخير. في متى 25 بيقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. أنا ما أقدرش أقول الكلام ده، لحسن يحاسبوني، لحسن يسجنوني، لحسن يقطعوا عيشي. مساكين هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى النار المؤبدة ويكونون في عشرة إبليس وباقي الشياطين في المكان الذي قال عنه سفر الرؤيا في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت الذي هو الموت الثاني، هناك حيث يوجد الخائفون. خايف هتخش معهم، وغير المؤمنين الرجسون والقاتلون الزنا والصحراء وعبدة الأوثان وجميع الكذبة. في رؤيا 21 هنخاف من ايه؟ ما أرعب هذا المصير، ان نشوف اخواتنا واصحابنا ومعرفنا البشر كلهم يكون مصيرهم ده، حيث البكاء وصرير الأسنان. فين الغيرة بتاعتنا حينما نعلن شهادتنا لله؟ فنحن نغار غيرته، وسنقف في اليوم الأخير أمام الله ليحاسبنا. هذا ما أقوله لكم، أقوله لي ولإخوتي الآباء الكهنة. إيه اللي هيكون في انقضاء اليوم، انقضاء العالم؟ يخرج الملائكة يفرزوا الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، كما يجمع الزوان ويحرق بالنار، هكذا يكون في انقضاء العالم. ما أصعب هذه العبارة التي قيلت من فم الرب: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. هذا ما يقوله الرب، هذا ما يقوله الرب في اليوم الأخير: إني لا أعرفكن، كما قال للعذارى الجاهلات. لما نتذكر هذا الكلام نخاف على إخوتنا، نخاف وتملك الغيرة قلوبنا، لأن إخوتنا سيهلكون، سيطرحون في العذاب الأبدي بلا أمل وبلا رجاء وبلا نهاية. ليست المسألة مجرد غيرة على ملكوت الله، إنما غيرة تحمل محبة الله، محبة الناس، اشفقنا على مصيرهم الأبدي. حينما ندافع ونقول آيات واضحة ضد ما يحدث من تهكم وضد ما يحدث من مناظر تسيء إلى النفس البشرية،